شنو هذا؟ تعال انت شنو هذا؟ اي في اين؟ في اين؟ في ايش هالمصيبة هذه؟ استاذ مجدي بذمتك في احد يصور بنفانيف كذي؟ لا, لا 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 انا اسف جدا طبعا اكيد العامل جاب الفستان الغلط انا اسف. حبيبتي قومي شيل قشش خلنا نمشي شيلها وين قاعدين احنا؟ ولي انت ايش قاعد تسوي؟ عبيت اهدى واسكت لا تلم علينا الناس الريال قال انه جاب فستان بالغلط بيروح يجيب الفستان صح وبيرجع لا تصرخ كذي. ايش عقبه ايش عقبه؟ عبيد ترى احنا مو رايحين مطعم مطالبين وجبه وناسين البطاط دقيقه ويش في استاذ مجدي ممكن تجيب النفاني في الثانيه اكيد طبعا بس هو ليه متعصب قوي كذا ما عليه دم حامي اوكي اوكي كلم هالشنه كلم هالشنه الحركات هذه بعدين يعني تفضل هي لا هذا وايد زين طيب الحمد لله احنا اسفين يا استاذ مجدي لا ولا يهمك ابو ابو عبد الرحمن عشت الاسامة ابو عبد الرحمن وانا بكرر اعتذاري مرة تانية عن اذنكم هذا كنا زين ايه اه جنى انا اطركم برا ها اطركم برا لا بسألك سلطان تفضل وش علوم بيت ولد عمك عبد الله تمام بخير الحمد لله بغيت منه شيء انت لا بس اسال اكيد هلا هلا عندهم بنت مشهوره والله ما ادري عنها بالسوشيال ميديا ما ادري عنهم يا حمد ما يبدي بنت عمك سويت علي اخلص علي تبي شيء بس قلت بتاكد هي بنت عمك ولا لا بنت عمي ايش تبي شكلك تضايقت ما عليه يا رجال اذكر الله اذكر الله لا اله الا الله علي اكسر الشر وتعوذ من ابليس سويت يا علي ولد خوي هدمته كذي خله لا يا مو كذي اقول استاذنكم انا والبيت بيتكم يا ولد تعال تعال يا علي ايش بلاك انت تكفى يا ولد انت بيت خلي ما يصير كذي تقول له انت ما ترضى على نفسك ما حد قال له يفضح نفسه هو يا هلا